الأهلي يتفق مع هداف الدوري الفرنسي وماكينة أهداف كوت ديفوار، وزين الدين بلعيد يتفق مع الزمالك، ومكوينة يوافق على الانتقال للنادي الأهلي. إيه الحلقة اللي كلها اتفاقات وموافقات دي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنساش يا صديقي العزيز تعمل لايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو أو متابعة أو لايك لصفحة الفيسبوك. بصوا يا جماعة، يعني أنا عارف إن دلوقتي الناس كلها منتظرة صفقة الأهلي اللي جاية، منتظرة صفقة الزمالك اللي جاية، اللاعب الأجنبي، مش عارفين الدنيا رايحة فين. مسؤولين في النادي الأهلي سواء كابتن محمد رمضان أو كابتن مختار مختار رشحوا أو يعني اتكلموا أكتر من مرة وصرحوا وقالوا إن الأهلي هيجيب لاعب أجنبي وممكن يجيب لاعب محلي، ممكن يجيب اتنين محليين. يعني يوم 25 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله، إذا ربنا أراد، ربنا يا رب يدينا ويديكم طول العمر، وهو نهاية موسم الانتقالات في الدوري المصري، هيكون قبل ما يجي هيكون الزمالك متعاقد مع لاعب أجنبي ولاعب مثلا محلي تاني أو اتنين، والأهلي يكون متعاقد برضه مع لاعب أجنبي ولاعب محلي أو اتنين. طيب ايه الترشيحات اللي موجوده؟ مين اللاعب اللي جاي؟ ايه اللي حصل؟ زي ما قلت لكم قبل كده في حلقه سابقه يا جماعه، ان النادي الاهلي الفتره دي بالذات بعد وجود كابتن محمد رمضان وكابتن مختار مختار في حاله تكتم رهيبه جدا جدا على اللعيبه اللي الاهلي اصلا بيفكر فيها، على اللعيبه اللي الاهلي بيتفاوض معاها. وعشان تجيب المعلومه بتبقى صعبه قوي ان انت تقدر تعرف المعلومه، صعبه قوي انك تجيب معلومه من داخل النادي الاهلي. وبكرر تاني وبقول ان دي حاجه تحسب لكابتن محمد رمضان، وتحسب ايضا لكابتن مختار مختار، وتحسب اكيد لكابتن محمود الخطيب، ان بقى في تكتم كبير قوي قوي قوي، بقى الموضوع يعني شبه مستحيل انك تعرف مين اللاعب اللي الاهلي بيفكر فيه. يمكن احنا كلنا عارفين موضوع زيكو والبنوبي ده من زمان، يعني مش حاجه جديده ان الاهلي بيفكر في زيكو والبنوبي، ممكن يجيب حد منهم. مازال كولر لسه مش مقتنع بولا لاعب محلي ان هو هيقدر يديله اضافه داخل جدران النادي الاهلي، ولكن في محاولات مكثفه من كابتن مختار مختار وكابتن محمود الخطيب وكابتن محمد رمضان لاقناع مارسيل كولر ان الاهلي محتاج بعض اللعيبه المحليين عشان يبقى في عمق في القايمه بتاعه النادي الاهلي. مش شرط يكون اللاعب ده جاي يلعب اساسي، لا، يكون في عمق، يكون في لاعب موجود كل مكان، في لاعب واثنين وثلاثه، عشان لو حصل اصابه، حصل مشكله، حصل ان الاهلي عنده التحامات قويه وعنده بطولات كتيره جدا، فمحتاج ان هو يكون عنده قايمه كبيره يقدر يشارك بيها. وكولر بدا يعني الى حد ما ان هو يقتنع بالقصه دي، بدا الى حد ما ان هو يوافق على الموضوع ده بعد اقتراح البنوبي عليه، زيكو، اسامه فيصل، حواش، احمد نادر حواش، في كلام على محمد اسماعيل، مصطفى العش، ففي كذا حد تم عرضه على كولر. ويمكن عشان اكون صريح، هو يعني اتعرض عليه 6 أو 10، لان كان في كلام كمان على عمرو قلاوه، وفي كلام كمان على لاعب نادي فاركو، وفي كلام على كذا حد، فتقريبا لو 10 اتعرضوا عليه هو وافق منهم على 2، او بنسبه مش قليله اقتنع بوجود 2 منهم، الا وهم طبعا البنوبي وزيكو. بس هو الاهلي غالبا هيجيب واحد بس، المفاضله ما بين البنوبي وزيكو. طب نجيب البنوبي ولا نجيب زيكو؟ زيكو زد اتكلم وقال ان هو 68 مليون جنيه، اتكلم على البنوبي قال ان هو اقل شويه، فهنشوف الاهلي ممكن يجيب مين، البنوبي ولا زيكو، والموضوع مش هيخرج بره الاثنين دول يعني كلاعب محلي باذن الله. طيب ايه بقى اللي انا بقوله في الفيديو؟ والاهلي يتفق مع هداف الدوري الفرنسي وماكينه اهداف كوت ديفوار. زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، في فرق بين الاتفاق وبين التعاقد وبين انهاء التعاقد. يعني انا مثلا لما اكون الاهلي متعاقد مع حد بيقول لك الاهلي ينهي التعاقد مع كذا، لكن بيقول لك الاهلي ينهي الاتفاق. يعني ايه؟ يعني الاهلي اتكلم مع وكيل اللاعب هداف الدوري الفرنسي، هداف الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه اللي هو هداف ميدز، اللاعب اسمه شيخ سابالي، لاعب انتقل لميدز مؤخرا، لعب 8 ماتشات جاب 8 تجوان، عشان بس نختصر على طول، دي مش هقول لك اكتر من كده ارقام. 25 سنه بيلعب وينج، وقادر انه يلعب تحت راس الحربه، وقادر كمان انه يلعب راس حربه، ملوش حل. بس طبعا هو هيلعب وينج لو جه الاهلي. طب الاهلي اتفق معاه وكلم وكيله؟ اه، والراجل ما عندوش مانع. القصه كلها في ايه؟ حاجتين. الوكيل ما عندوش مانع، بس اللاعب لما راح تالق في الدوري الفرنسي حلمه انه يكمل في اوروبا، حلمه انه يكمل في اوروبا، ومش رافض الاهلي، بس عايز راتب كبير. الراتب كام؟ او اللاعب قيمته كام اصلا؟ قال لك اللاعب هنبيعه ب 2.5 مليون يورو، والاهلي حاليا عنده ازمه في توفير العملة، مش قادر. يمكن هم صرحوا بحاجة زي كده، مش قادرين يوفروا العملة دلوقتي، فمش قادر يدفع 2.5 مليون يورو أو 2.5 مليون دولار. طبعا هو يورو لأن هو في فرنسا.
طب واللاعب عايز راتب برضه كبير، عايز فوق $1 مليون، والاهلي مش عايز لاعب ياخد الفلوس دي كلها، وبيحاول يقلل الميزانيه اصلا، وبيحاول يقلل الفلوس اللي بياخدوها اللعيبه المحترفه، ويحط سقف رواتب معين اقل من $1 مليون. فهتقول لي ما هو اللاعب كده رافض. لا القصه يا جماعه، في فرق بين ان انا رافض اتفاوض اصلا معاك، ده ما حصلش. لا ده الوكيل قعد وتفاوض وقال النادي عايز 2.5، واحنا مش عارف عايزين مليون ولا مليون وكام، واللاعب ما عندوش مشكله، هو حلمه يروح اوروبا، بس لو في فلوس هو هيجي، ما فيش مشكله الاهلي والكلام ده كله. فالعقبه برضو الفلوس. اللاعب ده يا جماعه لاعب اسطوري ملوش حل، لو جه الاهلي هيبقى في حته. بقول لك 8 ماتشات في الدوري الفرنسي درجه ثانيه، جاب 8 جوان ما بيهركش. ولكن عشان اكون صريح معاك، اللاعب ده مشكلته في الفلوس كالعاده، فده اركنه على جنب، صعب انه يجي. طيب لكن هو اتفق مع الاهلي، او كان في كلام مع الوكيل، او كان في كلام مع الوكيل وكان في اتفاقات مع الوكيل، لو قدروا يحضروا المبلغ ده انه يروحوا له ويكملوا تفاوض مع اللاعب ويقنعوه انه يجوا مصر والكلام ده كله. طيب ماكينه اهداف كوت ديفوار، اللاعب زادي سيري، اللاعب زادي سيري. طيب اللاعب زادي سيري لاعب متميز جدا، بيلعب في الدوري الصربي، لعب تقريبا 34 ماتش، جاب 11 جون وعمل 7 اسيست، برضه لاعب كويس جدا. ولكن برضه نفس القصه هي الفلوس. هتقول لي يا عم انت يعني جاي تهزأ، تقول لي اتفقوا ما اتفقش ومش عارف ايه وبتاع. ايوه انا قلت لك يا جماعه قبل كده، الفرق بين الاتفاق وبين التعاقد. حصل اتفاق تمام، فلوسك فين؟ لا مش هقدر اكمل. طب خلاص، يعني اتفاق، انا رايح للاعب ورايح لوكيله، قلت له انا النادي الاهلي ينفع اتكلم معاك؟ في واحد يقول لك ايه، لا يا باشا ممنوع الكلام، ما نتكلمش مع حد، مش هنيجي افريقيا. واحد يقول لك اه طبعا اهلا وسهلا. طيب عايزين ايه، اللاعب هياخد $1 مليون، لا معانا 800، لا 900، طب اتفقنا على 900، اه طب لو دبرناهم هنجي لك، اتفقنا على 900، اه لو دبرناهم هنجي لك، اتفقنا خلاص مشكله في الفلوس. طب النادي عايز كام، 3 مليون، لا معانا 2، طب 2.5، اتفقنا على 2.5، اه طب هنحاول ندبرهم ونجي لك، طب ما عرفناش ندبرهم مش هنجي لك. فهمتوا يا جماعه القصه في ايه؟ والموضوع في ايه؟ اللقطة كلها في ايه؟ طيب عايز اقول لك على حاجة تاني، الا وهي ان النادي الاهلي بيخلص في صفقة لاعب جاي غير الاتنين دول بس متكتمين على اسمه، واعتبر خلصت اصلا الصفقة. اللاعب مستواه مش اعلى حاجة، المقابل المادي بتاعه تقريبا $1 مليون فقط، والراتب بتاعه هيبقى 600 او $700,000، بس برضه ده هيبقى كعمق قايمه، يعني مش سوبر، مش هيقعد مثلا اسامه ابو علي، مش هيقعد حسين الشحات دك، فاهمين قصدي؟ لكن ممكن يجي كوينج رايت، ممكن يكون بيقدر يلعب مهاجم، فده لسه اسمه ما تعرفش. بدات الناس تتكلم ان خلاص الاهلي خلص مع لاعب اسمه لسه ما تعرفش. لكن انا بيزعلني ايه كراجل حتى زملكاوي، ان الاهلي بيتفق مع كل اللعيبه اللي قلتها لكم دي، بس العقبه في الفلوس. انا عايز اللعيبه تيجي مصر عشان كواليتي الدوري يرتفع، مش مشكله اهلي وزمالك. يعني انا لو الاهلي يجيب كريستيانو رونالدو اقسم بالله ما عندي مشكله، هاتوا، كواليتي الدوري هيرتفع، والدعايه هترتفع، والشكل هيرتفع، والجوده هترتفع، والرعاه هيختلفوا. فيعني اسم الاهلي كبير يا جماعه، وبيجيب لعيبه كتيره قوي، بس القصه في توفير العمله. هو الاهلي مش قادر ان هو يوفر العمله اللي يقدر يروح يجيب بيها اللعيبه دي. زين الدين بالعيد اتفق مع الزمالك، في كلام ان زين الدين بالعيد اتفق مع الزمالك، ولسه كان اعتقد جريده المصري اليوم هنا نزلت الخبر ان زين الدين بالعيد اتفق مع الزمالك انه يجي اعاره على حقيه شراء والكلام ده كله. ولكن طلع احد المصادر من فريق زين الدين بالعيد منذ قليل وقال يا جماعه ده مجرد تكهنات صحافه ومفيش اي اتفاق على انتقال زين الدين بالعيد، فقفلها لنا ضبه ومفتاح بعد ما فرحنا. يعني مكونة وافق على انتقال للاهلي، مكونة بعد ما انتقل لنادي كان نادي ايه، نادي السويحلي الليبي تقريبا. هو الراجل يعني، لا مش السويحلي الليبي، انتقل للسويحلي الليبي، انا اسف، ده فيلي تراوري بتاع مازيمبي، وده برضو احد المرشحين للانتقال للنادي الاهلي. مكوينا بعد ما تالق مع جنوب افريقيا، الاهلي حابب يجيب مكوينا. مكوينا ما عندوش اي مانع يا جماعه برضو يجي الاهلي، مشكلته برضو في تدبير الفلوس بتاعته. فالاهلي لو دبر فلوس مكوينا، انا بقول لك مكوينا احسن من محمد علي بن رمضان اصلا، هيروح جايب مكوينا. فيش لعيب رافض انه يجي الاهلي يا جماعه، نادرا لما لاعب بيرفض انه يجي الاهلي من اللعيبه المتاحين. يعني ما بقولش ان مثلا تروح تجيب ميسي، انا بتكلم في العادي. فهنشوف الفترة الجاية اللي ممكن يحصل، وهنحاول نعرف لكم مين اللاعب اللي الأهلي جايبه محلي رسمي، ومين اللاعب اللي جايبه من أجنبي. إن شاء الله نقول لكم في أقرب وقت.
كان معاكم صديقك عمرو عاطف، قناة صفحة صاحب الكورة. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.